ايه؟ ان انا ما صليتش العشاء عشان انا ناصح، ولا عشان انا ذكي، ولا عشان انا بيتنا جنب الجامع، ولا عشان العربيه واقفه بره، ولا عشان المساله مسهله، ولا عشان في ميه. لا، في ودليلي ان في ناس عندهم اللي عندك ده واكتر، صح ولا لا؟ وقعد في بيتهم ما صلاش خالص. امال ايه اللي خلاك صليت حصريا؟ السبب الوحيد ان انت كنت صليت العشاء ان الله امتن عليك فوفقك لصلاه العشاء. خليه يروح يصلي، خلاص ادالك قوتك المقيت سبحانه وتعالى، خد قوه وانزل صلي. وانت ماشي حدثت نفسك بده بقى، الحمد لله ربنا اكرمنا والحمد لله صلينا العشاء. تصور نص ليله بقى بتاعتنا، نص ليله ربنا ادهلنا سبحانه وتعالى كده. حد شعر بهذا وهو جاي في السكه؟ فين وفين لما بنشعر بده؟ لانك لا تعرف ربك حق معرفته ولا تعرف نفسك حق معرفتها. فلذلك المساله بتختل، تحس ان انت ايه. ولذلك الاخوه، ايه اللي بيخلي الاخوه تنتكس وتعطب ويفطر وتلاقيه شعله، يشتغل في الاول شويه وبعدين ينزل ويقيم الليل وبعدين ايه اللي بيحصل؟ ايه الموضوع؟ انه بدا يعتد بنفسه. اول ما التزمت كنت مكسور وعارف ان انا وحش ومذنب وصعب، وانا جاي وكل المنه لك، اكرمتني وجبتني الجامع مع ان انا ما استحقش كده. فلما كنت عارفا بربك وغناه وعارفا بنفسك وسوئها وفقرها الذاتي كنت موفقا.